دابا حاليا ما كاينش فين غتمشي، ما عندكش فين تبات، ما كاين والو. يلا طوني على شي دري صاحب كيف نشوف على الله واحد. الله يدير لك اخويا شي تاويل ديال الخير. الله يدير لك شي تاويل. صعيبه ياك، صعيبه بزاف بزاف الناس بوالديهم وما حامدينش الله والله العظيم كنشوف نوال والله كريم. ما عندك لا ام لا اب، ما لقيتيش والديك والو، عييت ما قلبوا عليك، ما سولوا فوق ما حتى حاجه، عييت من البرد ساعات وهادي هو الله يسهل البرد. مشاهدو قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. هذا اللايف غادي يبكي الكبير والصغير. هذا الشاب اللي كتشوفوا امامكم كبر في الخيرية بسبب الام ديالو اللي لاحتو في طارو في عين الدياب، لقاوه رجال الامن وداو ديك الساعة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية، وصل للسن القانوني اللي هو 18 سنة، كيخرجوه من الخيرية كيقول لي سير دبر على راسك، سير قلب على راسك. هاد الشاب اللي كتشوفوا امامكم خرج كيقلب على راسه، حتى هو بغى يخدم بحالو بحال كاع الشباب، حتى هو بغى يسكن بحالو بحال كاع الناس، ولكن للاسف فاش خرج لقى واحد العالم اخر. كانوا عايشين في عالم اخر، وفاش خرجوا لقاو عالم اخر، ماشي غير هو بوحدو، هو خوته كاملين كلهم وقع عليهم نفس المشكل. مروان حاليا ما عندوش نغيبات، يلا غيصوني على شي واحد صحابو باش يمشي يشوف واش غيقبلوه ايبات عنده او لا. نخليكم معاه تسمعوا القصة ديالو، وكنتمنى على ان الام ديالو اللي كانت كتشوف هاد اللايف يحن القلب عليه، وراه محتاج لك بزاف ولدك. ولدك راه بغى يشوفك، بغى يعرف بان راه مو باقا عايشة، بغى يحس بها، بغى يتواصل معها، بغى يقول ماما ما عمرو قالها. خليكم معاه مروان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مروان عاود لي اخويا شنو وقع لك وشنو واقع لك وشنو كتعيش دابا حاليا في هذا البرد، هذا في عز البرد؟ اخ بزاف اخويا، راه شنقول لك، كنتعذبوا بزاف والله. النهار بعد كل نهار كنزيدوا، ما تكنشرح لك، كل نهار كنتعذبوا اكثر من النهار اللي بعده. من صغرنا وحنا كنا معذبين، كبرنا انت اخويا كتشوف زدنا تعذبنا، وما فهمتش والله، ما فهمت كتقول واش دايرين، اش دايرين والله، كتقول ما دايرين والو، ما نسالوش هذا الشيء. ما الحمد لله ما مدوزين حبس، ما مبلين، ما والو الحمد لله، ما كان اديو ناس، ما كان سرقوا هذه، وكتقول شنو والو. زعما الدوله هذه تشوف فينا، ما جراو عنا، كيقول لك 18 عام خرج وما ما كيعقلوش عليك، شنو حشومه كاع والله. الا اللي بغيت نعرف شنو بغاو هاد الناس، علاش خرجوكم، علاش؟ والله ما عرفت اخويا، قسما بالله حنا 18 عام راه مازال الدري الله باقي كيقرا، باقي تابعوا شحال من حاجه. هما عندهم القانون كيقول لك ما عندي ما ندير لك الذنوب، بحال هكا كيقول لك الذنوب على اللي سميتو داروا هاد القانون، ذنوبكم عليهم صافي. هادشي كيخسر عليك المدير افيو، من كيخليك تواجه المصير. اما دابا راه شحال من دابا حاليا البرد البرد ديال بصح، انا اللي كنهضر معاك كنقفقف كاين البرد ديال بصح. فين غتمشي تنعس اخويا مروان؟ فين غتزيد؟ والله ما عارف بالله، غوت لواحد الدري على الله خصو يجاوبني، باقي ما غوتش ليا. طلبت قلت له نبات عندك الليله بعدا، قلت راه ما نعش البارح هادي والله العظيم، حقيت كنعس ونديرها نتقلب وهادي، كتبقى خايف فهمتيني، ما كتبقاش مرتاح. لنفترض ان شدك الدري صاحبك، صاحبك غيبقى شادك ديما؟ لا ليله، انا طلبتوها ليله، قلت لها ليله نبات عندك صافي، عرفتي راه البرد ديال بصح. كنهضر معاك والحقره وهادي والله البكيه فيا، ما عرفتش والله ما عرفتش. شحال في عمرك اخويا؟ دابا 21 وطالع في 22 ان شاء الله. خدام واش نقول لك، فين الخدمه؟ حنا تلا كارت ناسيونال وحنا فيها، بغينا نبدلوها العنوان، حيت دابا علاه المشكل ديال لاكارت سميتو، كيقول لك التود الخيري بحال ضارب الحبس، ما كي فهمتي، كيخافوا اللي كتعطيه لاكارت كيقول لك التود الخيريه هادي، فهمتيني، حنا ولينا عارفين هادي ولاد الخيريه كيديروا منك اتونسيون. إيه ما فهمتش انا المجتمع هذا والله ما فهمت، ما متحابناش هكاك، تحابنا ولد الخيريه كنقول غيحنوا فينا وهادي، ولكن والو شي كيردك شفار، شي كيردك لاقيت، كل واحد ما عاد كيحسبها، وكاين اللي كيخاف منك، ما فهمتش والله ما فهمت. يعني كيسمعوا ولد الخيريه بحال ما عادش تسمعوا. بغيت نسولك مروان، نظره المجتمع ليكم انتم كيفاش كيشوفكم المجتمع؟
اش نقول لك عندهم ولاد الخيريه اش نقول لك والله يا خويا انا ما فهمتش انا بحال راه ولاد الحابس ولا بحال شي واحدين زايدين عليهم في المجتمع بحال حنا كيحسبونا غير زايدين ما كاينش والو اللي كتشوف اول حاجه والدك تخلاو عليك وزائد حاجه الدوله اللي تشد بيديك وتعتقك حتى هي تخلات عليك اذا شنو غندير باقي غيحن فيا شي واحد الدوله كاع وتخلات عليك ما كاينش اللي غيعقل عليك والو مروان والديك فين حطو حطوني في كافي ديال النزاهه في عين الدياب في واحد سميتو طارو بوبال فاش كتسمع انت وراك يبقى في كل حال كتقول طارو ربما ممكن تكون متي ربما تكون شحال من حاجه سميتو مثلا تي مشاكل كتقول ربما الله يحفظ كون كلاوني الكلاب كون كلاوني الدياب الله ما كتعرفش فهمتيني والله ربي الحمد لله كتب لنا نعيشو صافي ولكن مع ذلك احنا كندوزو العاده بصغرنا دوزنا مع الدبين كبرنا هادي عييت بغيت نجرب نحرق والو ما عرفتش بغيت نخرج من البلاد والله ما عرفت خويا دخنا وحق الله دخنا والله ما عرفت والله داك كتبغي تطلب الخدمه كتشوف المشاكل اللي في ديورهم وما خداميش كتقول باقي حتى ود الخيريه بحال كتشوف راسك بقيتي تماك صافي راه ما كاينش اللي غيعقل عليك كتشوفهم بديورهم وهادي والو ما خداميش وحنا كنقولوا حنا راه ما كاينش يشوف فينا حنا راه الطبقه المسحوقه علاش ديالكم واخويا المجتمع ما كيرحمش انا ما كرهتش نحيده ولكن سميتو خشيه من الناس يعرفوك وهادي وهادي بحال كي ما عندهمش تجرحك الناس بطبيعه الحال بطبيعه الحال حيت بنادم ما غيرحم ما غيرحمكش شنو كتسمع من عند الناس شنو كيقولوا شنو كتسمع فاش كتمشي مثلا بغيتي تخدم عطاتي لا كارت ناسيونال فيها مؤسسه الرعايه الصحيه مؤسسه الرعايه مي كتحط لا كارت وهادي كيمشي مثلا هو كي كتقول لك تسنى تماك كيقرا بحال هكا كيقرا العنوان هادي هادي صافي هما راه كي فهمت كيوشوشوا بيناتهم زعما ديك اللعيبه راه ما عادش كيجيب لهم الله راه ضرب الحبس هادي كتقول لك خويا لا راه الدنيا عامره وهادي سير الله يسهل عليك بحال هكا بقينا كندورو حتى واحد المره نيت وقع لي كافونت في السي في ديالي وهي تقول لي واحد خيتي قالت لي شوف قالت لي انا ما كرهتش نخدمك وهذا ولكن الشيف ديالنا ولا ما ريسبونسابل شاف السي في ديالك في هذيك الكلمه ديال الخيريه قالنا لا الدوسي ديالك مرفوض بحقره بشحال من حاجه والله ما فهمتش ما عرفتش والله كتقول ما عرفتش اش درنا والله اش وقع لنا هادشي قبيله كتقول لي انا شنو الذنب ديالي انا شنو ذنبي شنو درت انا هذا هو المشكل هذا هو السؤال اللي كيطيح لنا ديما حنا ما قاتلين ما شافرين ما شافرين بلاد ما درنا والو ما تسببنا حتى في حاجه وكان علاش هادشي كيوقع لنا واش مسامح لوالديك الام ديالك اللي زادت 9 شهور واش مسامح ليها ولا لا غنسامح لها بطبيعه الحال حتى هي وظروفها ولكن كيبقى فيك الحال كتقول يا ريتكم ما غلطاتش حيت انا اللي كنادي انا كنادي الفاتوره دابا ماشي هي ولا شي واحد اخر ولا على داك الاب تا هو اللي ما مسؤولش ولا فهمتي كتقول انا اللي غير كنادي في هاد الضريبه دابا يعني. ما فهمتش والله ما فهمت بالله مسامح لامك مسامح ليها ما نكذبش غنسامح ليها مسامحها من قلبك طبيعه الحال من قلبك والله حتى من قلبي مسامح طبيعه الحال خطاتك في الدار تخلات عليك غنسامحها حيت شوف ظروف كتوقع حتى هي ما غلوماش حتى هي ما كرهاتش تسدني وهادي ولكن تلقاوني ندير مجتمع والاب تلقى ما يعاونهاش وخايفه من داره بلادنا كيخاف من الشوهه وهذه كيوقع الغلط هادشي في الصغر ما كنتش كنعرفو ما كي كبرت شفت المجتمع عرفت فعلا المجتمع ما كيرحمش داكشي علاش يلاه حسن وانا دابا انت مسامح مسامحه من القلب من القلب الخالص شنو تقول لها كانت كتسمع فيك دابا شنو تقول لها بغيت شي حاجه من القلب تهضر مع امك من القلب شنو تبغي تقول لها انا مسامح لك الوالده ديالي ماماك كتهضر معاك تهضر معاك انا مسامح لك الوالده ديالي وهادي وربي معاك فيما كنت انا ما عرفتكش باقا حيه ولا ميته مكتمتي الله يرحمك باقا حيه نتمنى نشوفو ان شاء الله ما تخافيش انا غادي نشوفك ما بغيت منك والو وهادي وهذا ما كاين وانا مسامحه رغم هادشي اللي كندوز منه ما شاتش شي قدر الله مكتب وراه مكرهتش اي واحد اي ولد الخيريه واي يتيم كيتسنى غير يجي هذيك الفرصه اللي يشوف فيها الام ديالو شكون اللي ما كانش يشوف امه
اي واحد فينا والله. بغيتي تشوف؟ اه. ما عمرك شفتي؟ لا. ما عمرها جات سويتها؟ لا بتاتا. مروان الناس كيقول لك التليفون ديالك واش طافي ولا كيسولك؟ الناس كيسولك على التليفون هنا في لي كومونتير كيقول لك راه التليفون ديالك طافي. لا شاعر. خدامة في ابل، خدام واتساب، خدام. واتساب خدام. ابل عادية خدام، ابل نورمال. ما عرفتش انا والله ما عرفت الا ما خدمه. المهم انا نخدم كل شيء. اه عندك كونيكسيون؟ اه انا شعلة. دي سيلونسيو عافاك حيت الناس كيسونيو عليك. دابا ما عندكش فين غتبات؟ لا ما عندكش فين غتبات. لا كاينش فين غتبات اليوم. شي اللي غتصوني على صاحبك؟ اه نصوني عليه وهادي ونتمناو خير الله يجاوبني. راه من الصباح صونيت ليه قبيله مع تسعود وهادي بقى كي سميتو قال لي نسالي نسالي انا كتسنى يصوني ليا ما بغيتش نبرزطو. انا افتاري الدري ما جاوبكش. نبات هنا في الجرده كيف العاده اش غندير؟ عندي كي ندير. والله اخويا تهلكت بزاف قسما بالله. ما كرهت شي واحد ينقدني يديني لبرا ولا والله ما عرفت وحق الله. نتبانت نقدت انا ندير مستقبلي ندير وليداتي ما بقيتش صافي عييت. هات المغرب هذا راه والله العظيم راه حرام ما اش نقول لك انت كتشوف والله ما فهمت. عاود عطيني النمره ديال الباص واخا حتى ما حافظهاش. يدير لي شي تاويل ديال الخير فكنتمنى على انكم تبارطاجيو اللايف من اجله هو باش يتعرف على الام ديالو محتاج لها بزاف. كيقول لك انا مسامح ليها واخا لاحتني في طارو في عين ديالك كيقولك انا مسامح ليها ومسامح ليها من قلبي. كيقولك بغيت غير نشوفها. فالله يرحم لكم الوالدين اللي شاف هذا اللايف يبارطاجيه لعل وعسى الام ديالو تشوفه وتتعرف عليه وتجي لعندو. ما باغي منها والو، ما باغي منها حتى شي حاجه. ما بغى منها والو، ما بغى منها لا تعطيه فلوس، بغى غير يشوفها. بغى غير يشوفها، غير يشوف امه يعنقها يقول لها الوالده هذه يحس بانها راه كاينه معاه. ولكن للاسف للاسف ما صونات عليه. جاوب اخويا النمره، جاوب دي لوط بارلور. هضر مع الناس، هضر مع المغاربه. المغاربه راه خوتك مغاربه. باش ما تبانش دور النمره كاع. فالله يرحم لكم الوالدين اللي قدر على انه يوقف مع مروان في سبيل الله. الرقم ديالو هو 07055956594. ما باغي والو من هاد الدنيا هادي، باغي يشوف غير الام ديالو. بغي حتى هو يخدم، بغى يعاون راسو براسو. عيا من هاد العيشه بحال هكا، عيا اني غيبقى عايش من دار لدار كل مره يشوف عند من يبات. ما كيلقاش فين يبات، ينعس في الجرده، ينعس في الزنقه. الزنقه صعيبه. دابا حنا واقفين هنايا الموت ديال البرد، تخيل معايا رجليك الزوع ليا، فما بالك هو غيبات في الزنقه. فالله يرحم لكم والدين. بارطاجيو هذا اللايف يوصل للقلوب الرحيمه، الناس المحسنين المغاربه اللي في قلوبهم الرحمه. الرقم ديال مروان هو 07055956594. شكرا لك خويا علي، شكرا لقدرتي على انك تصل به هنا في البث المباشر. صوني عليه. البث والاتصالات مفتوحين للجميع. الرقم ديال مروان هو 07055956594. اتصلوا به، حسوه بانه راه ماشي بوحدو. واخا نعيا ما نهضر مع مروان نقول لي انت راه ماشي بوحدك، حنا معاك، انا اخوك. خصكم تصونيو عليه. خصو يحس باللي المغاربه كاملين راهم معاه. مروان الرساله ديالك اليوم للمغاربه. الناس دابا راه مخشين في مانطهم والبرد عليهم، فما بالك انت اللي غتقدر تنعس في الزنقه. اول حاجه كنقول لي عندي والدين تهلا فيهم وهادي شي افات بحال كاك اللي ما حمدش الله كنقولوا، فهمتيني؟ بنادم باغي يتخبى على البرد، فهمتيني؟ انا كنهضر معاك عرفتي راه جمت والله. بنادم يتهلا في والدي وهادي واش نقول لك، راه ما كاينش اللي غيعقل عليكم غير والديك والله.
واش نقول لك، ونتمنوا خير الله يصوب لنا يا ربي. حنا كأول حاجه كنطلبوا من الدوله تدخل دينا شي حل. شحال هذيك يقولنا غنديروا معكم ما ديروا معكم والو، وعود كذبه. تصور بغينا ندفعوا غير الدعم، هادشي اللي قال لك سمعنا شي دعم، ما دام قال لك لا انتم عندكم الخيريه تبلوكا صافي خرجتوا من الخيريه ما بقيتوش محسوبين. ايوا شنو حنا، شكون اللي غيعطيك شهاده السكنه؟ شكون اللي غيعترف بك؟ شكون اللي غيخدمك؟ شكون اللي ما فهمتش؟ والله ما فهمت. يلاه الا ما كناش مواطنين في هذه البلاد ما صافي سيبونا نخرجوا. مروان بعد مرات كتحس براسك انك تحس براسك محقور، ما عندك والو. عافي كتقول اش درت دابا؟ هذا هو السؤال، كتقول اش درت باش كيوقع لي هادشي كله؟ ما بدات لا بيدي ليا برجليه، والدولة تحس بينا شويه. وهادي والو توجه واحد الرساله. شوف دابا انت الام ديالك سامحتها، بغيتك توجه واحد الرساله لهذوك البنات، بنات والشباب اللي كيمشيو كيدوزوا واحد الليله واعره عندهم، هما كيدوزوا واعره وما عارفين شنو النتيجه ديالها. شنو تبغي تقول لهم؟ انا شوف اي واحد اللي غيضحك على شي وحده ولا هادي يدير في باله راه غيجيب واحد الدري. مروان قدامنا، انا نموذج راه غيجيب واحد الدري في حالي غيبقى يتعذب بحال هكا، ما غيكون لا حنين لا رحيم عنده ولا حتى واحد، وغيبقى هكا مسكين كل مره وفين يعيش وهادي، وغيدوز العذاب مسكين وذنوبه عليه. فهمتيني؟ اولا ذنوب عليه طبيعه، ممكن كيوقعات المشاكل يا من بعد مرات كتكون من البنت يا من الولد. فهمتيني؟ حتى هذا الشيء بزاف ولينا كنشوف هاد الظاهره راه بزاف. انا واحد منهم وكنشوف بعد اخوتي مساكن لي كل واحد فيهم تشرد، كل مسكين كل واحد وفي كيناس، كل اللي مات كاينين جوج ماتوا معنا مساكن، جوج الله يرحمهم. تصور والله العظيم انت في الدفين وحنا فيهم. يلا لا الاوراق لا بحال كيقول كيكون هو عايش نكيره وكيموت نكيره، واحد بغى يحرق مسكين راه مات مسكين، كل واحد وكدار لي الله. بزاف واللي انتحر واللي، والدولة هذه عينا عينا ما نغوتو عينا، درنا احتجاجات عينا ولو حن فينا شي واحد والو، ما كاينش اذن صاغيه ما كاينش. شوفوا الناس كيصونيو عليك اخويا مروان، جاوب المغاربه، المغاربه خوتك، شوف المغاربه كلهم معك. ما نخليكش. الو السلام عليكم اخويا مروان. الله يحفظك وينورك خويا. الروش واش انت اللي داير واحد الانترفيو دابا في؟ راه هو هذا اللي كيدوي معك اخويا، راه هو الدري اللي كيدوي معك. وانا اخويا. اخويا واش انت دابا في مدينه؟ الله يسهل عليك. انت شنو مدينه؟ انا في كازا. شوف اخويا، هاد النهار اللي عندك زيد الصوت، عافاك خويا عافاك، بلاتي نزيدو الصوت باش يسمعوك الناس كاملين. تفضل اخي تفضل اخويا. محبابي والله الا بغا يجي يخدم فهمتي، يخدم في مكناس وندير له الخلطه ديالو يخدم، نشوفو له شي بيت غادي يسكن، يكري بديك داك 7000 في البيت ديالو ماشي مشكل، غتكون غادي يكون الصالير ديالو مزيان. ومرحبا بك اخويا. وكرتها فينا بلاصه خويا؟ فينا بلاصه؟ فينا بلاصه كاين انت؟ مكناس. جي لمكناس. إذا جا مكناس أخويا مرحبا على الراس والعين، نقسم لك والله إلا هاني هاد النهار الجمعة هاني أخويا ما كاين حتى مشكل، يخدم ونطلبوا له البيت فيه غادي يكون معقول ويكون ستريكت. ومرحبا أخويا ولا مرحبا بالله. الله يحفظك خويا، شكرا بزاف، الله يحفظك. شنو شنو الرسالة ديالك عافاك الأم ديالو والوالدين اللي خلاو في هاد الحالة كاملة؟ هبط لي شوية الميكرو عافاك. أخويا شغنقول لك، ما 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 نقدش نحكم أخويا، والله ما نقدش نحكم بالله، ولكن راه ما تعرفش شنو كاين دابا، هو ما عرفش لي صوار وحنا ما عارفينش لي صوار، واش كانت مريضة ولا كانت صحيحة ولا ما عارف. أنا ما نقدش نحكم فهمتيني أخويا، نجيك صراحة أنا ما عرفتش ديك هذيك المرة اللي بقيتها واش كانت نورمال، واش كانت مغيبة ولا ما تعرف، ولا ما تعرفش واش لاحتو بصح ولا تاهلا شي واحد، الله أعلم. صافي ما غاديش نحكم. مي إذا كان كيما كتقول كاين روج بيننا راه رماتها ولا شي حاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هادشي اللي غنقول، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنه ما تحت تحت ما كان ديك الوقيتة ما عرفتش شنو كاين، ما يحقدش فهمتيني، ما يحقدش وراه راجل داكشي اللي كاين اخويا. شكرا بزاف. غنشوف خلي لي عافاك ميساج في واتساب ياك باش ناخذوا اتصالات ديال المغاربه حيت التليفون غيطفى. انت خلي لي ميساج في واتساب الله يحفظك، غير يسالي اللايف باش يدوي معاك. الله يرحم لك الوالدين. شكرا اخويا، شكرا وتبارك الله على الناس مكناس، الله يحفظك خويا. شكرا شكرا. مروان سمعتي السيد قال لك انا معاك مسكين الله يرحم لي الوالدين. ناخذ اتصال اخر عافاك. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام خويا. كنت كتبتك في الواتساب ما جاوبتنيش. معك انا اللي كنصور مع مروان.
حنا على المباشر دابا خويا، معاك الصحفي اللي كيصور مع مروان. حنا على المباشر دابا، ماشي مشكل دوز. لا ما ندوش خير المباشر. صافي شكرا لك. انت خلي ليه ميساج في واتساب، خلي ليه ميساج في واتساب. صافي راه كاين ميساج. شكرا شكرا شكرا. الو السلام عليكم. عليكم السلام اختي. خويا مروان. ها هو مروان كيسمع فيك، ماشي مشكل دوزي في اللايف. واخا اختي شنو بالك في هذه الحاله ديال مروان؟ اختي شنو بالك؟ خويا شنو نقول لك؟ حيدي اللايف من حداك، عافاك حيدي غير اللايف من حداك. الله يرحم والديك. شكرا. حيدي غير اللايف من حداك. صافي حيدتي اللايف. واخا شنو بالك اختي في الحاله ديال مروان؟ شنو بالك؟ بغيت نسد معك اذا كان هنا في كازا، يجي عندي مرحبا بي والف مرحبا. الله يكبر بك اختي شكرا. انا نخلصو ليه ويجيب عندي، المهم حتى يدير لي الله تولد لي الخير، المهم يجي غير هاد الليله هادي حيد من البرد. الله يحفظك اختي. هو دابا كاين في كازا، هو دابا كاين في طريق ازمور. طريق ازمور انا دابا بعيد، انا كيما حتى شارك، ولكن الا بغى يجي عندي يجي مرحبا بيا خو طاكسي ونتلقاني تما، بغاني نتلاقاه نتلاقاه ماشي مشكل. الله يرحم لك الوالدين اختي. اختي الرساله ديالك الام ديالو والوالديه اللي تسبوا لي في هذه الحاله هذه شنو تبغي؟ هو ما ذنبو حتى شي حاجه، ما ذنبو والو خويا، هو بريء عرفتي. والله العظيم الا شنقول لك حطمني حطمني وقسما بالله العظيم الا حطمني، بقى فيا بزاف دري زوين نقيقي بزاف تبارك الله ما شاء الله، ولكن ما غنحكموش على الظروف ديال الام ديالو، ربي اللي كيعلم. لا حول ولا قوة الا بالله. اختي ها هو هاكي مروان، انا نعطيك مروان اختي دوي معاه. انا نعطيك اختي مروان ودوي معاه، انتم راكم في اللايف هاكا اختي هضري معاه، انت بحال اختو هضري معاه. هاكا نشوفه. السلام عليكم خالتي. وعليكم السلام حبيبي، كيداير لاباس عليك؟ الله يطول لي في عمرك، كيداير انت؟ لاباس الحمد لله ولدي، اللهم لك الحمد. الحمد شكرا لك بزاف، والله يرحم لك الوالدين، الله يسهل عليك. يا هاني يا هاني، والله شوف مروان الا بغيتي تجي عندي اجي مرحبا. يا سلام عليك امي، الله يكبر بك. مرحبا بك، الا بغيتي تجي خد طاكسي انا نخلصو لك ولدي وجي عندي. الله يطول لي في عمرك الوالده، الله يحفظك. انا نتواصل معك ان شاء الله في واتساب. الله يفرحك. واخا مرحبا. الله يسهلك. مرحبا. شكرا. انا نسالي اللايف ونهضر معك بالنمر اللي عندي فيها الواتساب. صافي ان شاء الله خالتي. ان شاء الله. يلا شكرا حبيبي. شكرا اختي بزاف. شكرا شكرا, شكرا شكرا بزاف اختي. الله يحفظك. بغيتي تجي عندي مروان اجي عندي مرحبا والف مرحبا. الله يرحم لك والدينا خالتي. الله يسهل عليك. الله يسهل عليك. الله يكرمك. شكرا شكرا اختي. شكرا بزاف. اللهم شكرا اختي. شكرا شكرا. شكرا مروان، شنو الاحساس ديالك دابا انت المغاربه كلهم؟ واش نقول لك؟ يعني السيده قالت لك جي عندي تشارك انا نخلص لك طاكسي. مسكينه قليله تلقى بحال هاد السيده، شكون اللي يدخلك لدارو كتقول؟ شكون اللي يدخلك لدارو في هاد الليل وهادي وفي هاد الوقت اللي صعيبه كاع؟ ونتمناو خير يا ربي. اش نقول لك؟ والله حتى حنا راه داخلين سوق راسنا وباغيين المعقول، ما باغيين حتى حاجه. نتمناو خير يا ربي ان شاء الله، والله يفرجها. الله يدير لك اخويا شي تاويل الخير. اللهم امين خويا. الله يسهل. نذكروا الناس بالرقم ديالك 07 05 95 94. اذا مشاهدينا الكرام والمغاربه الحرار، شكرا لكم بزاف. مروان راه ماشي بوحدو، حنا معاه كاملين، ما غاديش نخليه بات في الزنقه. وكيف ما شفتوا هاد السيده هادي اتصلت من تشارو قالت لك يجي عندي انا نخلص ليه طاكسي، يجي لعندي ونمشي نتلقى ليه ونجيبو للدار عندي، بات عندي هاد الليله هادي. الله يدير لي شي تاويل ديال الخير. والرقم ديال مروان هو 07 05 95 96. شكرا لكم كاملين. مروان ما خصوش يبقى في هاد الحاله هادي، اليوم يبات عند واحد، غدا يبات عند واحد، كل مره فين غيبات؟ كاين نهار اللي ما غيلقاش غيمشي يبات في الزنقه. الزنقه راكم كتعرفوا شنو كاين فيها. الزنقه راه الرجاله بشلاغمهم وكلاو العصا، الرجاله بشلاغمهم وتكريساو وتعرضوا لاعتداءات خطيره، فما بالك هذا الشاب اللي في مقتبل العمر 21 سنه. الرقم د مروان 07 05 95 96. التليفون ديالي غادي يطفى، بقات فيه 10%.
ناخذوا اخر اتصال. تفضل خويا مروان. الو السلام عليكم. للاسف تقطع. شكرا للمغاربه كاملين، شكرا لكم على التفاعل ديالكم. نتمنوا على انكم تبارطاجيو هذا اللايف باش يوصل للام ديالو، وتجي تشوف ولدها راه محتاج ليها، راه باغي غير الحنان ديالها، ما باغي حتى شي حاجه اخرى. الرقم ديالو 07 05 95 56 94. غنوصلوا على نهايه هذا البث المباشر، نلقاكم في بث اخر ان شاء الله. تبقوا على خير.